مساء الخير، معاكم محمود فادي، مؤلف كتاب رحلة مع كلبك ومتعلم من أشهر مدرب في العالم سيزر ميلان كولين ستاكلوف. واحد، عضة الروتويلر قوية جداً. عضة الروتويلر تعتبر نص قوة عضة سمكة القرش. عضة سمكة القرش 669 باونز وعضة الروتويلر 328 باونز، وده بيرجع بسبب ضخامة الجمجمة بتاعت الروتويلر، فكل ما الدماغ بتبقى أكبر العضة بتبقى أقوى. وبسبب عضة الروتويلر في دول كتير قوي منعت الروتويلر عندها. 2. تدريب الروتويلر. تدريب الروتويلر شيء أساسي مش اختياري، وبيختلف من كلب لكلب، ويفضل التدريب يكون من بدري عشان يبقى كويس عندك في البيت ويتعلم يستخدم طاقته بشكل أهدى في البيت. الحمد لله إن الكلاب دي ذكية جدا، فمع أي مدرب شاطر الكلاب دي هتبقى عندك تحفة في البيت. وطبعا لو مربي جديد ومش ناوي تدربه أو ناوي تعتمد على أي نصايح من ناس من بره، فالكلب ده مش ليك. 3. كلاب الروتويلر هي كلاب شغل زي الراعي والجر البضاعة من مكان لمكان، وغير كده قدرتها كمان في الحراسة، فده كلب ما بيقعدش في جنينة ولا بلكونة ولا روف. دي كلاب لازم تخرج كل يوم عشان تطلع الباور بتاعها، عشان تبقى محترمة جوه بيت عندك وما تتحولش كلاب عنيفة للضيوفك أو الناس صحابك اللي جايين يزوروك. 4. بالنسبة لشعر الكلب، كلاب الروتويلر عندها طبقتين شعر بتغير مرتين في السنة، فعشان بيتك يبقى نظيف لازم تسرحه على الأقل من مرتين لثلاثة في الأسبوع، ولو فاكر بيتك يبقى نظيف من غير تسريح يبقى بتحلم. 5. الروت مع الأطفال والعيلة. نقدر نقول إن كلاب الروت كويسة جدا مع الأطفال ومع العيلة، بس خلي بالك بسبب غريزتهم وقوتهم بيخليهم ممكن يسيطروا عندك في البيت، وعشان كده لازم تدريب كويس من هم صغيرين. لازم نعمل سوشيالايز حلو جدا مع الناس، الأطفال، العربيات، يشوف يخرج كل يوم عشان الكلب ده يبقى كويس عندك في البيت وبرا البيت. 6. سمعة الروتويلر. الحقيقة سمعة الروتويلر جت من طريقة تربية الناس الغلط لكلب الروتويلر. أنا كمحمود قررت ربي كلب الروتويلر بعد كمية الحوادث اللي بتحصل. في الحقيقة هو كلب دلوقتي بقى يعتبر زي مدرب معانا، بيساعد الناس اللي بتخاف إنها تتجرأ، بيبقى كويس جدا مع الكلاب اللي بتهجم، كويس جدا مع الأطفال، حلو جدا مع الكلاب، وفي الحقيقة ما يقلش عن أي مدرب شاطر بيعرف يعدل سلوك الكلاب إنها تبقى أحسن. 7. كلب الروتويلر مش هتلاقي بيهوهو كتير زي كلاب الجيرمان. 8. وزن عمر الروتويلر. الذكر وزنه من 50 ل 60 كيلو، النتاية من 35 ل 48 كيلو. طبعا عمرهم بيكون من 8 ل 12 سنة والأعمار بيد الله. 9. مشاكل الصحية. الكلاب دي عرضة جدا ان هم يجي لهم القلب والكانسر، كمان بيجي لهم هيب ديسبليزيا بسبب مشاكل وراثية وزيادة في الوزن، ودي تعتبر تشوهات في الحوض، فتأكد وانت بتجيب كلبك لازم تجيب من حد مضمون عشان ما يبقاش في مشاكل وراثية. شكرا جدا، استنونا مع حلقة جديدة مع كلب جديد. السلام عليكم.